سيدات السادة الوزراء والبرلمانيون، سيد رئيس البرلمان، سيدات السادة أعضاء المكاتب السياسية واللجان التنفيذية، إنه لحدث مميز أن نجتمع اليوم للتوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية، ميثاق يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجنا الحكومي والتزاماتنا الانتخابية. حضرات السيدة والسادة، إن هذه اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، لعل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغيرة وبأولويات واضحة وأجندة زمنية محددة وبمنظور جديد يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول. وإن المعطيات الجديدة التي تنتجها هذه اللحظة السياسية منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء، منظومة مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات بغض النظر عن هذا اللون السياسي أو ذاك. حضرات السيدة والسادة، يأتي هذا الحدث السياسي البارز ليتوج بداية مميزة لهذه التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق. ولا شك أن الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية جنبنا هدر الزمن السياسي وجعلنا نحقق الكثير في ظرف وجيز لا يتجاوز 50 يوما. فبعد تعيين جلالة الملك نصره الله للحكومة وبعد نيلها لثقة البرلمان، تجاوزنا بعزيمة وثبات العديد من المحطات السياسية ودبرنا بنجاح لحظات دستورية فارقة كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لمدة شهور. لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق في تحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة إخراج مراسم الاختصاصات بما تطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة. وبالموازاة بذلنا جهدا مضاعفا من أجل الإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة، فضلا عن النجاح في تدبير انتخابات رئيس مجلس البرلمان واستكمال هياكلهما. وفي هذا الحيز المحدود من الوقت توفقنا في الإعداد والتصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام به طيلة ولاية انتدابها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لهذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مشروع القانون المالي على البرلمان داخل الأجال القانونية. لم يكن من اليسير أبدا بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز الزمني القصير دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات الذي أبداها السادة الأمناء العامون للأحزاب السياسية ومؤسساتهم التقريرية المحترمة التي دللت أمامنا كل الصعاب ومهدت في وجهنا الطريق المعبد نحو انطلاقة
جديدة لهذه الحكومة. حضرات السيدات والسادة، إن تحالفنا الحكومي تحالف طبيعي وديمقراطي، أفرزته مخرجات العمليات الانتخابية للثامن من سبتمبر الماضي، والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي والمساهمة في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى وراء القيادة السديدة لجلالة الملك نصره الله. وهو أيضا تحالف من أجل تحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات في العيش الكريم ومواجهة التحديات الصحية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية التي خلفتها ولا زالت تخلفها كوفيد، جائحة كوفيد 19. وبدون شك فإن تكامل القدرات والأدوار بين مكونات التحالف الحكومي والتي تتوفر فيه كل عوامل النجاح وصناعة التغيير المنشود تحت القيادة الملكية سيضاعف من منسوب النتائج الإيجابية لهذه الحكومة. حضرات السيدة السادة، إن تأسيس وتنظيم التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى، ولن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقية من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته المنتظرة. وهذا يعني أن زمن تهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، فالجميع داخل التحالف مسؤول ومتضامن مع الجميع. الدرس المتاح أمام تحالفنا اليوم هو عدم تكرار مظاهر التنصل من المسؤولية والتضامنية، مسؤولية التضامنية والسياسية، ما جعل بعض المواطنين والمواطنات يفقدون الثقة في السياسة والسياسيين. إن ميثاق الأغلبية التي سنوقعه اليوم يبلور رؤية مشتركة موحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني والترابي، ويقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية، والأهم من ذلك أنه يشكل أحد الآليات التي نراهن عليها لمصاحبة تنزيل البرنامج الحكومي وتقييم تنفيذه. سيدة السادة، نحن في ظروف غير عادية، وكل مكونات التحالف الحكومي تشعر بثقل المسؤولية الملقاة عليها في هذه اللحظة السياسية المفصلية، وتدرك أن الثقة التي وضعت فيها من طرف جلالة الملك ومن طرف الشعب المغربي تستوجب العمل الجماعي لتحقيق ما ورد في البرنامج الحكومي الذي يترجم تعهداتها الانتخابية، وهو أمر ممكن وفي المتناول بالتعاون والتنسيق والتماسك والتضامن والمسؤولية. وبطبيعة الحال لن نضيع وقت المغاربة في السجالات العقيمة، فانتخابات قالت كلمتها. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، صدق الله عليم، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.